باب في النصيحة. والنصيحة من النصح، والنصح سبق الكلام عنه، له في اللغة معاني أبرزها معنيان. المعنى الأول التصفية، التصفية والتخلص من الشوائب والتخليص. يقال نصح فلان العسل، نصح فلان العسل إذا صفاه من الشوائب. والناصح يصفي نصيحته، يبذلها خالصة يريد بها وجه الله تعالى. ثانيا، المعنى الثاني النصح هو سد الخلل، سد الخلل ورقع الخرق، ورقع الخرق. يقال نصح فلان الثوب، نصح فلان الثوب، يعني رقعوا، رقع الثوب، يعني الثوب فيه عيوب فيه مشرط، قام رقعوا. وهكذا الناصح يرى العيوب في المنصوح فينصحه. النصح بين الخلق، يرى هذا عيبا في ذاك فينصحه، أن يسد خلله بالنصح. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، من سورة الحجرات، إنما المؤمنون إخوة تجمعهم أخوة الإيمان وإن افترقت الأنساب والقبائل والألوان فإن أخوة الإيمان تجمعهم. وهذا الرابط، رابط الإيمان، أقوى من أي رابط. علاقة الآية بالنصح أن من مقتضى الأخوة أن ينصح الأخ لأخيه، لأن الأخ يحب الخير لأخيه. وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم تقال لجميع الأنبياء والرسل. وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم وأنصح لكم، سورة الأعراف، يخاطب نوح عليه السلام قومه لما وصفوه بالضلال، إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. أنا مخلص لله تعالى في النصح، وقاعد أصفي لكم النصيحة، ما قاعد أديكم فيها غش، ما فيها غش، دي نصيحة لكم. وحدوا الله واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعن هود صلى الله عليه وسلم، هود عليه السلام أيضا سبه قومه، الناس من زمان قليل ندب مع الأنبياء ومع الدعاة إلى الله تعالى، من زمان الجماعة دل عندهم قلة أدب، قليلو أدب دي باللغة. هود عليه السلام قالوا له إنا لنراك في سفاهة، ده نبي، قالوا انت سفيه، نبي، نبي كريم من أنبياء الله. قالوا له إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، يصفون نبيا من الأنبياء بهذين الوصفين الخبيثين، وهو بريء من ذلك. تعرف إنه انت مركت للدعوة دي بعد تتحمل وتبلغ وتصبر في كلام ترد، في كلام ما ترد، كلام لخبطة في الدين والعقيدة ما تسكت، ترد على تبين طوالي. أما في انتقموا منك انت وكذا، في حاجات تصبر، في حاجات تبلغ، في حاجات ترد وهكذا. قالوا له إنا لنراك في سفاهة وإنا
لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، وأنا لكم ناصح أمين. أنا صاحب نصح وشغلت معاكم النصح وأبلغكم وأنا أمين، ما قاعد أخون الرسالة ولا قاعد أخون، يقول الأمانة بوصلها لكم كاملة. قالوا أما الأحاديث، ذكر ثلاثة أحاديث في الباب، ذكر ثلاثة أحاديث. قال فالأول عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة هذا مبتدأ وخبر في اللغة العربية، في اللغة العربية، والمبتدأ معرف بالألف واللام. الدين ما قال دين ساي، قال الدين. والخبر معرف بالألف واللام، ما قال نصيحة ساي، قال النصيحة، الدين النصيحة. وتعريف المبتدأ والخبر يفيد الحصر والقصر والاختصاص. حصر الدين في النصح لأهمية النصح، قال لك الدين ده كله النصيحة. وهسي في ناس ما داري انك تنصح، لأنك بس تكون زول سلبي، سلبي بالكثير، سلبي بقول لك سلبي، يعني زول بس ماشي ساي، بس شفت ده سكر تخليه، ده قتل تخليه، ده وقع في الشرك تخليه، ده وقع في البدع تخليه، ده بغني تخليه، وكمالك ومال الناس يا، خليك في حالك، شنو ده حلال وده حرام، خلوا الناس في حالهم يا أخ، شوفوا لكم شغلة، يقول لك كذي، شوفوا لكم شغلة، انت ما بخليك، انت اللي بتنصح ده هو ما بخليك، يقول لك خلي الناس، يعني بيوجهك انت، انت ما بخليك، وهم اللي بيقعوا في المعاصي بخليهم. هذا اذا ما تناقض، يعني في ناصح ومنصوح، ما بينصح المنصوح، ما بينصح الزول اللي وقع في المنكر، بينصح الزول الناصح انه ما ينصح. ده شنو ده؟ ده ما تناقض. انت وقت تخلي الناس في حال، اي انت زادك خليني في حالي، خليني اتكلم ساي، انت زعلان ليه؟ انت وقت بتقول خلوا الناس في حال، انا ما زول ذاتي، انا ما من الناس، خليني في حالي بس، خليني اتكلم ساي، انت محروق مالك؟ انت زعلان ليه؟ انت ده تناقض منك. لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. ما تقول هنا انت ابقى نجيض عديل، ابقى زول تمام مروق ليه انصح؟ كيف اخلي الناس في حال ورب العزة والجلال قال لي ما تخليهم؟ قال لي شايف الناس ديل، بعدين بسألك منهم عديل كده، مش بيسألوك عن نفسك بس، يوم القيامة السؤال ما عن النفس بس، بيسألوك عن الناس ذاته اللي حولك ديل، انت بلغتهم الدين ولا ما بلغتهم؟ انت الناس ديل كيف كانوا، كيف في الدنيا كانوا كيف؟ والدليل على انه بيسألوك من الناس، الناس ذاته بيسألوك منهم، دي قواعد سودانية فاشلة تاعت اي شاتا معلقة من عصبتها واي شوكة بيدربها. قال لك منو نحن دارين شوك ولا دارين شات؟ نحن لا دارين شوك ولا دارين شات، دارين جنة أرض السماوات والأرض. شات بتاع شنو؟ شوك بتاع شنو؟
رب العزة والجلال قال في القرآن ده الدليل على انه الناس ديل بيسألوك منهم. سورة البقرة قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ليه؟ لتكونوا شهداء على الناس. ده ما كلام واضح؟ لتكونوا شهداء على الناس. وخليهم في حالهم يا أخوي، قالوا لي أشهد عليهم، أخليهم كيف يعني؟ أنت مستقبل وبعدين بيسألوك منهم، دار تقول لي ما عارف كمان الله بتكذب عليه. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. قال الله تعالى، دي آية ثانية، أشوف ديك سورة البقرة، دي سورة محمد. قال الله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. امتحنا بهم نخليهم كيف؟ أديك آية ثالثة، سورة الفرقان. قال الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أديك آية رابعة، سورة آل عمران. قال الله تعالى: كنتم خير أمة. أها، تسكت ساي؟ لا، ما قال تسكت ساي، خلوا الناس في حال. لا قال لك الناس أمرق لهم عديل، أمرق يتكلم معاهم. قال لك: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أديك آية خامسة، سورة الأحزاب. قال الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، إلا الله وكفى بالله حسيبا. أديك آية سادسة، قال الله تعالى في سورة التوبة، أمش أقرأ سورة التوبة وأقرأ سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. كلام الناس بيقولوا ده ما شغال به. وقال الله تعالى في سورة طه: فاصبر على ما يقولون. هم بيقولوا انت بتقول، بس اتحمل، الناس تراهم بيقولوا فيك وانت بتقول فيهم، اتحمل. وقال الله تعالى في سورة النساء: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال الله جل وعلا: أتخشونهم، تقول الحق خايف منهم، أتخشونهم. وقال الله تعالى في سورة الأنعام: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال الله تعالى: ولقد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. توري سبيل، تقول ده المجرمين وخطون وطريق لا بد يبقى واضح، والناس ديل كذا 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 كذا، هذا الشغل كذا، القرآن ده كله في الناس، سورة كاملة في الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كلام ما عندهم، أقعد أقول لك أدلة من هنا للظهر ما بتنتهي، من الصبح ده للظهر والله ما بتنتهي.
آيات وحديث وكلام السلف والعلماء وكذا كذا كذا، لكن الناس بتلخبط ساي. وقال لك الدين النصيحة، أنت يعني ما داير دين؟ وقال لك الدين كله نصيحة، أنت ما داير تنصح، معناه ما داير دين أنت، أنت ما داير الدين، داير بس تورجي ساي، بس خلوك عليك كيفك، بس تفسد البلد، تفسد ساي، يخلوك وين كشف لايك تتكشف كشف لما انت عارف حاجة. الدين النصيحة. بعدين الصحابة سألوه قلنا لمن؟ قالوا له اللي هو ناس تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا انت قلت الدين النصيحة، الدين النصيحة، طيب ننصح لمنه؟ حصر الدين في النصح، مع انه في اشياء غير النصيحة، لكن ذكر لك النصيحة لأهميتها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ ولا له النصيحة لمنه؟ ننصح لمنه؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كيف تكون النصيحة لله؟ النصيحة لله بإخلاص الدين لله وإخلاص التوبة لله تعالى والصدق في ذلك. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي خالصة صادقة، وتخلص له العبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. يعني الزول البنادي غير الله سبحانه وتعالى ده ما ناصح، ده ما نصح لله، ده لخبة الشغلة. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أنا أديك موضع واحد في القرآن، سورة فاطر، قال الله تعالى وما يستوي البحران، ما بتساون، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. ده طاعم عذب فرات وده ملح أجاج ما بتقدر تشرب منه. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، مع إنه ده طاعم وده مسيخ. بعد قال لك ومن كل منين الاثنين تأكلون لحما طريا، يعني بديك من الطاعم لحم سمك، ومن المسيخ برضو بديك سمك. شوف النعم دي، وشوف العظمة دي، شوف القدرة دي. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، تمرق اللؤلؤ والمرجان والجواهر من البحر، وترى الفلك السفن، وترى الفلك فيه في البحر مواخر، وترى الفلك فيه مواخر. ليه الكلام ده؟ ليه؟ لتبتغوا من فضله. تمشي التاجر وتسافر للعلاج وتسافر للجهاد وهكذا، لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أداك النعم دي عشان تشكر. أها، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل
وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى دمنه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه البتنادون ديل لما نوراك إنه الملك عنده قال لك البتنادون ديل ما عندهم أي حاجة القاعد تنادي فيهم يا عويس يا التوم والبانقا ويا برعي ويا مكاشفي ويا كباشي ويا صايم ديما ويا ابو الجاز ويا ابو البنزين تموهوم ساي تنادي لك في بشر زيك الحقونا وافزعونا قال لك ما عندهم اي شيء قال لك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير القطمير شنو ما يملكون من قطمير ما عندهم قطمير ما عندهم قطمير ما عندهم القطمير هو اللفافة اللفافة البيضاء التي تكون بين نواة التمرة والتمرة يعني بعد تشق التمرة تفتح التمرة بجوة بتلقى النواة النواة بسمها نحن هنا مصماصة نحن هنا في المناطق دي بنسمها مصماصة وبعدين في مناطق بنسمها فصفاصة معنى واحد الجوة دي المصماصة الجوة دي النواة دي بينه وبين التمرة في غشاء أبيض تفتفتوا كده غشاء أبيض ده القطمير يعني قال ليك رب العزة والجلال قال ليك غيري أنا ما بملك مش تمرة مش تمرة قطمير ما تمرة ما سمعت الفنان قال لك القابضين عليه الجمرة يا النايمين بدون تمرة أقمار الضواحي ما سمعتها يهودي اللي ذاتهم أنت مستابل وقال لك ما عنده تمرة ما عنده ولا قطمير بتاع تمرة ما عنده أنت تقعد تنادي فيه الحقني وافزعني وسوي لي واعمل لي مستابل ساي تقعد ما يملكون من قطمير بعد وراك الفقر بتاعهم أي وإنك أنت متابع السراب بتنادي فيهم أي قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم قاعد تنادي فيهم يا هوي الحقوني قال لك لا يسمعوا دعاءكم انت القرآن ما قاعد تصدق يا هو تصدق لي ناس سرتي حارتي ما هو الفجل ما هو البامبي حصل الدوق بامبي ولا لفخو براون حصل الدوق فجل والسخلق حصل الدوق جغما براون بعدين قال لك هنا دي في القرآن قال لك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم تقول تنادي في مين السلي يوم القيامة أبويا الشيخ ويا الشيخ والحقنة والنهمة فيك والفزعة ووك ما قال لكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا وما بيسمع لكن ركبت راس قلت لا بيسمع وقال لك ما بيسمع انت ركبت راس قلت لا بيسمع قال لك ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم كان سمع ذاته ما بالحق قال لا اوضح من القرآن ده تاني شنو انت فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ديل 200 بيؤمنوا ديل بيوحدوا 200 ديل بيتوبوا 200 بيرجعوا 200 ذيك راكبين راس ساي بعدين في الموت والله دقوك دق الملائكة ديل أي زول عقيدته في شيخ أي بس حضر نفسك لسكرات الموت الله جلد زي الجلد جلد دار تعرف الدليل أي كلمة بنديك لها بها دليلة وشيخك ده ما بديك ولا دليل يا شغله كله بس ساري الليل للقرض قرش بس مدايح بس مدايح مجوبة كساي الطائرة السودانية لنبينا قومك بيا وهو إلى آخره وده بس يا هو كذي طيب دار الصوفي نفسي لك أطوفي ولا أشوفي وما عارف الطواف ذاته وين ويا راحلين إلى منى بغيابي هيجتم يوم الرحيل فؤادي
طبتم وطاب مسير. أو كلام سائد وما عارف ذاته الشغلة وين، مبيد في مزدلفة ملخبطة، ده البرعي بتاع اليمن ما بتاع السودان، بتاع يا راحلين إلى منى، ده بتاع اليمن وبتاع السودان. قال عربية بوكسي مشى ملاو بنزين من طرمبة شل، قال بلبي والبرعي، قال بلبي البوكسي ده من الزريب الخرطوم، الزريبة بغادي جاي الخرطوم، البوكسي ده فريد أبنصي كرر. لما وصل به هناك المدينة المنورة، مشى هناك المدينة ومكة، البرعي نسى البحر، نساو الكطبة ما وزن كويس، نسى البحر، قال البوكسي بلبه من هنا فو مرق بغادي، دقس نسى البحر، البحر الأحمر نساو، نسى له بحر كامل، ما بين ساكت درويش أقعد باري كويس أشوف شغلتك قدام. قال لك كلام واضح، لو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ده شرك بالراحة كده، شرك الكلام ده شرك، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. براو يا رب نجيني، واحد يا رب ويا البرعي كدي، واحد ولا اثنين يا رب ويا المكاشفي كدي، واحد ولا اثنين، انت خطيت مع الرب، خطيت لك واحد تاني، قلت يا رب ويا الشيخ كدي واحد، الرب والشيخ واحد ولا بيقوا اثنين كدي، بيقوا اثنين كدي، ده الشرك ذاته، يا رب ويا الشيخ كدي ده الشرك.